تتواصل جهود الدولة من أجل توفير حزمة كبيرة من تدابير الحماية الاجتماعية للأسر والأفراد الأولى بالرعاية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تعكس اهتمامه بالفئات الأولى بالرعاية وحرصه على تخفيف أعباء الأزمة الاقتصادية عن كاهلي هذه الشريحة من المواطنين. وشهدت وزارة التضامن الاجتماعي اجتماعاً موسعاً لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل سرعة بدء تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من تكافل وكرامة، وذلك بنسبة 15%، مشيرة إلى أن إجمالية نسبة زيادة قيمة دعم تكافل وكرامة بلغت 40%، وذلك منذ مارس الماضي، وزيادة المستفيدين بحوالي 1 مليون أسرة ليتخطى إجمالي المستفيدين 22 مليون مواطن. أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أن النسخة 7 من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة ستعقد في فبراير 2024. وأكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا أن النسخة القادمة من المؤتمر تشهد تحولا جذريا وتوسعا في الأهداف والرؤى لتنطلق في مسماها الجديد مؤتمر مصر للطاقة، تتناول كافة قضايا الطاقة ومجالاتها. من المتوقع أن يحضر المؤتمر أكثر من 35,000 مشارك و500 شركة عارضة ونحو 15 جناحا دوليا و120 دولة مشاركة. قرر البنك المركزي تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 28 من سبتمبر الحالي، وذلك لمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف للعام 1445 هجرية. وأوضح البنك في بيان له أنه سيتم استئناف العمل صباح يوم الأحد الموافق 1 من أكتوبر المقبل. وإلى أسواق البترول العالمية التي تراجعت أسعار النفط فيها خلال تعاملات قبيلة الإعلان عن قرار البنك المركزي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، مع عدم تأكد المستثمرين من موعد وصول أسعار الفائدة إلى الذروة ومدى تأثير ذلك على الطلب وعلى الطاقة. تراجعت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة بلغت تقريبا 1% لتصل إلى 93 دولار 39 سنتا للبرميل، فيما انخفضت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة بلغت 0.2% لتصل إلى 91 دولار 92 سنتا للبرميل، فيما هبطت أسعار المازوت عالميا بنسبة بلغت 2.21% لتصل إلى 3 دولارات 21 سنتا للتر. هذا فيما انخفضت أيضا أسعار الغاز الطبيعي بنسبة بلغت 0.23% مسجلة دولارين 2.65 سنتا، وذلك لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على انخفاض قبيل قرار البنك المركزي الأمريكي بشأن سعر الفائدة، غير أن بورصة دبي خالفت الاتجاه وأغلقت على ارتفاع. تراجع المؤشر السعودي بنسبة بلغت 0.1%، فيما هبط المؤشر القطري بنسبة بلغت 0.2%. أغلق أيضا مؤشر أبو ظبي على استقرار، في حين ارتفع مؤشر دبي بنسبة بلغت 1.6%، ممددا مكاسبه لثالث جلسة.